السلام عليكم يا شباب. قبل كل شيء اضغط لايك لفيديو، اذا ما كنت مشترك في القناه اشترك في القناه وفعل زر الجرس. اليوم جايب لكم 6 طرق مختلفه لاخفاء التطبيقات على الشاشه الايفون. طبعا ما حد يقدر يشوف التطبيق غيرك انت، ما حد يقدر يدخل التطبيق غيرك انت، يعني تفتح التطبيق بدون ما تكشف عنها، اوكي، تخفي من الشاشه اي تطبيق على الشاشه تخفيها ب6 طرق مختلفه. نروح للشرح. اول طريقه اخفاء التطبيق على ايفون بازالته من الشاشه الرئيسيه، هذا اول طريقه. كيف الطريقه؟ جدا سهل، اختار التطبيق اللي تريد تخفيها، مثلا هذا التطبيق اريد اخفيها، اضغط عليه ضغطه مطوله، اضغط على ازالة التطبيق. بعد ما تضغط على ازالة التطبيق اختار ازالة من الشاشة الرئيسية. اول ما تضغط على الشاشة الرئيسية خلاص يتم اخفاء التطبيق. الحين لو تبحث عن التطبيق ما بتحصله. كيف تدخل على التطبيق بدون ما تكشف عنها؟ الطريقة جدا سهل، تسحب بهذه الطريقة على الشاشة. اوكي، اكتب في البحث اسم التطبيق. اوكي، اول ما تكتب اسم التطبيق راح يعطيك التطبيق فوق، خلاص اضغط عليه ضغطه مطوله، اسحبه بحط التطبيق المكان اللي تريده بهذا الطريق. خلاص تم استرجاع التطبيق. او مثلا تريد تفتح التطبيق بدون ما تكشف عنها، تكتب في البحث وتفتح التطبيق من البحث. بهذه الطريقه التطبيق مخفي، ما حد يقدر يدخله غيرك انت عن طريق البحث، يعني التطبيق يكون مخفي. نروح للطريقة الثانية. الطريقة الثانية لإخفاء التطبيق على ايفون هو إخفاء التطبيق على ايفون عن طريق إنشاء مجلد مخفي. كيف؟ الطريقة جدا سهل. مثلا عندي مجلد هنا، أو أنت تريد تنشئ مجلد جديد، بالضغط على هذا الخيار الضغطة مطولة تحط في هذا الملف مجلد، تنشئ مجلد. بعد ما تنشئ مجلد اسحب التطبيق بهذا الشكل، بهذا الشكل حطه في صفحة فارغة. شوف من هذا الطريق. الحين اذا تشوف التطبيق مخفي، يعني الشخص يشوف هذا ما يقدر يوصل للتطبيق المخفي بهذا الطريق. الحين اضغط الاوكي خلاص تم اخفاء التطبيق. الحين مش ظاهر التطبيق، مش ظاهر يعني مخفي. كيف تدخل التطبيق؟ تسحب بهذا الشكل، تسحب بهذا الشكل تروح للتطبيق. بهذا الشكل التطبيق مخفي على الايفون بطريقة جدا سهل وبسيط. هذا الشكل، هذا هو الطريقة الثانية. نروح للطريقة الثالثة. اوكي، الطريقة الثالثة لإخفاء التطبيقات على ايفون هو عن طريق إخفاء الصفحة الرئيسية بأكمله. كيف؟ الطريقة جدا سهل. شوفوا يا شباب، الحين أول شيء بهذه الطريقة اختار التطبيق اللي تريد تخفيها. اوكي، حطه في صفحة فاضية بهذه الطريقة. اختار التطبيق بهذا الشكل، حطه في صفحة التطبيقات اللي تريد تخفيها، حطه بهذا الشكل. اوكي، حطه في صفحه فارغه مكان اللي تريد تخفي التطبيق. هذا 3 تطبيقات اريد اخفيها. اوكي، بعد ما حطيت التطبيقات شوفوا لاحظوا حطيتها في مكان صفحه فارغه. اوكي، الحين اضغط عليه ضغطه مطوله راح يعطي التطبيقات راح بترقص. اوكي، الحين اضغط على هذا الزر، شوفوا هذا خطوط هني، شوفوا اضغط هني هذا هني ضغطه مطوله. اوكي، الحين راح يعطيك التطبيق. الحين وين تريد تخفي؟ هذا الصفحه اريد هذا التطبيقات الثلاثه اللي حطينا قبل شوي راح اخفيها. اضغط علامه الصح خلاص، اضغط على خلاص. الحين روح للشاشه، الحين ما بتحصل التطبيقات موجوده، شوفوا مخفي، ما في، شوفوا ما في تطبيق، بالتطبيقات مخفي الثلاثه. كيف تعيده؟ ضغطه مطوله او شوف كيف ترجع التطبيق. شوفوا الحين التطبيق مش موجود، لاحظوا ما في تطبيقات، الصفحة مش موجود بعد، شوفوا الصفحة مش موجود. كيف ترجع التطبيق الثلاثة اللي اخفيتها؟ ضغط مطول على الشاشة، اضغط على هذا النقاط الثلاثة، اوكي، بعد ما تضغط على النقاط الثلاثة الحين حط علامة صح خلاص. بهذا الطريقة
تم استرجاع التطبيقات الثلاثة. الحين اضغط على الشاشة راح تسترجع التطبيقات مثل ما هو. هذا هو طريقة اخفاء التطبيقات بدون ما تكشف عنها. تقدر تدخل التطبيقات عن طريق بحث وغيره. اوكي الناس ما تشوفون، نروح للطريقة الرابعة. الطريقة الرابعة لإخفاء التطبيقات هو باستخدام سيري والبحث. يعني التطبيقات تخفيها إذا في شخص بحث عن التطبيق في البحث ما بيطلع. كيف؟ الطريقة جدا سهل. تفتح الإعدادات، أوكي، تروح تختار سيري والبحث، أوكي، اضغط عليها. يعني بتحصل إظهار في بحث عام، اضغط على إلغاء التفعيل. إلغاء التفعيل، اوكي، هذا الخيارات خليه مثل ما هو، بس هذا الخيارين اثنين. بهذا الطريقة راح تخفي التطبيقات في البحث والتطبيقات اللي راح تستدعي عن طريق سيري. بهذا الطريقة راح تخفي التطبيقات في البحث. هذا هو الطريقة الرابعة. نروح للطريقة الخامسة. اوكي، الطريقة الرابعة على ايفون الثاني لاخفاء التطبيقات يفيدك، خاصة اذا انت اشتريت تطبيق من اب ستور تريد تخفيها، ما في حد يكتشف ان انت اشتريت التطبيق. كيف؟ الطريقة جدا سهل. تروح تفتح اب ستور. بعد ما تفتح اب ستور اضغط على اللوجو الخاص بك. الحين اضغط على المشتريات. بعد ما تضغط على المشتريات اضغط على اختار التطبيق اللي تريد تخفيها، مثلا هذا التطبيق او اي تطبيق اشتريته. كيف تريد تخفيها؟ اضغط عليه، اسحب بهذه الطريقة، اضغط على اخفاء. بعد ما تخفيها خلاص، الحين التطبيق ما يطلع انك اشتريت التطبيق، ما حد يعرف انك انت اشتريت التطبيق، ولكن التطبيق موجود في الشاشة، بس ما في حد يقدر يكتشف. شوف، التطبيق موجود في الشاشة بس ما حد يقدر يكتشف انك انت اشتريت هذا التطبيق بفلوس. كيف ترجع التطبيق على المشتريات؟ انك تضغط على ترجع التطبيق في المشتريات، تفتح اب ستور. الحين تضغط على الشعار الخاص بك. الحين اضغط على ابل اي دي الخاص بك. بعد ما تضغط على حساب ابل اي دي اختار، هني الناس تشوفون، اختار، حط الرمز الخاص بك. راح بحط الرمز وبرجع لك. اوكي، بعد ما حطيت الرمز وسجلت دخولي راح يعطيك خيارات. اوكي، الحين اختار هني، انزل لتحت مشتريات المخفية، اضغط عليها واضغط على اظهار. خلاص بهذا الطريقة راح تظهر التطبيق في مكان الاول. اوكي، هذا هو بالنسبة للطريقة الخامسة. اوكي، الطريقة السادسة لاخفاء التطبيقات هو باستخدام برنامج تحمله من اب ستور، ولكن هذا البرنامج فقط تقدر تخفي 3 تطبيقات. اذا تريد اكثر لازم تدفع. طبعا راح بحط لك الرابط في الديسكريبشن. الطريقة السادسة، ادخل على الطريقة السادسة وبتحصل رابط تحميل التطبيق هناك وشرح طريقة استخدامه هناك. وبس، هذا هو 6 طرق مختلفة لاخفاء التطبيقات على ايفون. اذا عجبك المقطع اضغط لايك للفيديو، اذا ما كنت مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل الزر الجرس. وبس، مع السلامة.